شوي صغير مني مش قوي نص. طيب احنا النهارده في المحاضره بتاعت الهايبرتنشن هنتكلم على الليتست امريكان ويوروبيان جايد لاينز وايه التغير اللي حصل فيهم عن الجايد لاينز السابقه، وبعدين هنقول كومنتس whether these guidelines can be applied in our community واذا كان في difficulties معينه ايه difficulties دي. اول حاجه عايز تاخدوا بالكم منهم هو اخر امريكان جايد لاينز اللي هي طلعت في نوفمبر 2017، وزي ما انتم شايفين كده جايد لاين فور ذا بريفنشن الاسبكت of prevention of hypertension become an important issue. هل احنا نقدر نبريفنت او ندلي ذا اوكيرنس اوف هايبرتنشن؟ حصل بعض التغير في الانيميريشن اوف ذا جايد لاينز. فمثلا لما نيجي في الكلاس اوف ريكومنديشنز كان كلاس 3 اللي هو از نوت انديكيتد او هارمفول. This become divided now into no benefit اللي هي بالبرتقاني او benefit يساوي ريسك، والاحمر اللي هو absolutely harmful. They was amalgamated before that in one entity يعني. نفس الحكايه بالنسبه لكلاس سي ريكومنديشن سوري ليفل اوف ايفيدنس سي. ليفل اوف ايفيدنس سي كانت كلها عباره عن consensus of opinion of experts ما يتفق عليه الخبراء، فبقت divided زي ما انتم شايفين كده اللي هي اللبني into limited evidence و expert opinion. يعني كل ما الواحد بيدقق اكتر كل المعلومات بتبقى اكتر، كل ما بيبقى فيه مور verification. الامريكان جايد لاينز كانت عايزه تجاوب على اربع اسئله اساسيه، او ده اللي كان مطروح في ذهن القائمين على وضع هذه الجايد لاينز. اول حاجه قضيه السيلف دايركتد مونيتورنج. من زمان بيرحبوا ب الاوفيس ميجرمنت اوف ذا بلاد بريشر، ويمكن الاوت اوف اوفيس ما كانش مرحب بيه قوي على اساس ان هو ممكن يخلق انكزايتي عند العيان. السؤال هنا كان السيلف دايركتد مونيتورنج يعني الهوم ميجرمنت او الامبيولاتري بلاد بريشر مونيتورنج، هل هو احسن بالنسبه للعيان ببيتر كنترول اوف ذا بلاد بريشر، وهل هو احسن في بريفنتنج اوف ذا ادفيرس اوتكم يعني لما العين يكون قادر انه يقيس ضغطه في البيت او يروح الكلينيك اني احسن؟ تاني سؤال مهم وده اللي عمل ثوره شديده جدا وغير الجايد لاينز تغييره يعني اب سايد داون، هو قضيه الاوبتيمال تارجتس. التارجتس تغيرت تماما زي ما هنشوف بعد كده. عايزينكم يعني تحفظوا تو تيرمز الثريشولد امتى ببتدي علاج الضغط والتارجت وات از ذا ليفل اي ونت تو ريتش. فهنا في الجايد لاينز الامريكان لاول مره حصل ثوره جامده الاتجاه لتقليل ريكومنديشن في الليفل اوف ذا ثريشولد اند تارجت، ودي هنناقشها بالتفصيل وهنشوف ايه الامبليكيشن بتاعتها. ثالث سؤال هو سؤال قديم متكرر اللي هو لما بنستخدم كلاس اوف انتي هايبرتنسيف هل هو كلاس افكت ولا هو دراج افكت؟ وهل هو في ديفرنس بين الاربعه ميجور انتي هايبرتنسيف جروبس في البنفيت بالنسبه للعين ولا لا؟ لكن زمان عندنا خمسه ميجور، الامريكان اكسكلودد في البرايمري تريتمنت البيتا بلوكرز. واخر سؤال هو برضو كان حاجه جديده جدا اهتمامهم بالكومباينيشن ثيرابي. And you should start treatment of hypertension by combination therapy, either two drugs combined or single pill combination. هل قضية الـ combination therapy is for the benefit of the patient؟ وبالتالي بيقلل morbidity ومورتاليتي. فزي ما انتم شايفين دي كانت الأربع أسئلة الملحة. وعشان تفهموا الفكرة، هو الفكرة أساساً إن الأرقام صادمة. The number of patients with hypertension whom are treated قليل وهم are controlled قليل وقليل. فاحنا عايزين نعمل بكل الوسائل الممكنه ان نحسن من هذه الظروف،
وزي ما هتشوفوا معايا في شابتر كامل في الامريكان جايد لاين هاو تو امبروف كنترول اوف ذا بلاد بريشر. اول حاجه عايز تاخدوا بالكم منها ان قضيتنا في الدايجنوز اوف هايبرتنشن انت معتمد انك انت تقيس الضغط، ده نص شغلك، لكن النص الثاني هو انك انت تعمل ريسك ستراتيفيكيشن. ففي ميجرمنت اوف ذا بلاد بريشر وريسك. ايه الكارديوفاسكولار ريسك اللي هم الامريكان جايد لاينز اوصوا ان احنا نشوفهم في كل عيان؟ في كوركتبل اقدر اتدخل كطبيب واصلحهم، ونون كوركتبل او بارشلي كوركتبل. بالنسبه للكوركتبل ودي حطوها كلاس 1 ريكومنديشن ليفل اوف ايفيدنس بي، يعني very important to see the other risk factors اللي عند العيان وتشتغل عليهم. يعني ما ينفعش واحد يبقى عنده ديسليبيديميا انت مركز انا بتاع ضغط، لا، شوف الديسليبيديميا، شوف الدايابيتس وكذا. ايه الكوركتبل جايد لاينز اللي كل طبيب لازم يهتم بيهم اكوردنج للامريكان جايد لاينز؟ السموكر، سموكينج طبعا، الدايابيتس ميليتس، الديسليبيديميا، الاوفر ويت والاوبيزيتي، الفيزيكال inactivity والانهيلثي دايت. These all these risk factors are correctable. احنا هنتدخل ونصلحهم. طب ايه النون كوركتبل؟ النون كوركتبل اللي هو الايج، محدش هيصغر نفسه، السكس فيميل او ميل، والفاميلي هيستوري. دي ان كوركتبل ما نقدرش نغيرها. لكن في حاجات partially correctable زي الاوستراكتيف سليب ابني هنتكلم عليها، وزي الكرونيك رينال ديزيز وهنتكلم عليه. وحطوا تو فاكتورز مهمين اللي هو السوشيو ايكونوميكال والاديوكيشن ليفل والسايكو سوشيال ستريس. فهنا دول الكوركتبل او الموديفايبل ريسك فاكتورز، ودي الريلاتيفلي فيكسد ريسك فاكتور. تاني مره قضيتك ك فيزيشن ديلينج ويز هايبرتنسيف كلينكس مش بس انك تعالج الضغط، لكن تشوف الـ other risk factors and you try to modulate them. أهم حاجة بقى والثورة العاجلة والآجلة في قضية الـ hypertension هو الـ neutralization. إيه اللي حصل بقى؟ ودي ادوها plus one recommendation level of evidence B. هتلاقوا جنب B يا إما R يا إما NR. ان ار يعني نان راندمايز، وار يعني راندمايز. هذا هو النيو كلاسيفيكيشن اللي اوصت بيها الامريكان جايد لاينز. نورمال اللي هو اقل من 120 سيستوليك واقل من 80 دايستوليك. الاليفيتد بلاد بريشر اللي هو من 120 ل 130 وتاني اقل من 80 دايستوليك. الستيج 1 هايبرتنشن من 130 ل 139 سيستوليك، 80 89 دايستوليك. ستيج 2 هايبرتنشن اللي هو اكتر من 140 واكتر من 190. يعني الليفل ان احنا كنا متعارفين عليه ان احنا نعالج الهايبرتنشن اصبح ستيج 2. هل هذا الكلام منطقي؟ بصوا على السلايد اللي بعد كده عشان تشوفوا هو منطقي ولا مش منطقي. بهذه النيو كلاسيفيكيشن اصبح البريفالنس اوف هايبرتنشن اللي على اليمين ده اللي كان الاول، واللي على الشمال ده اللي بعد النيو كلاسيفيكيشن. كان الانسيدنس البريفالنس اوف هايبرتنشن في المان 31%، دلوقتي بقى 48%. يعني حضرتك عايز تقول ان 48 من الرجال عندهم هايبرتنشن. مش كده وبس، لما نيجي نعمل ايج ادجستد الجروب اللي هو من 20 ل 44 اللي هو عادة قليل لما كنا بنشوف فيه هايبرتنشن، زادت الانسيدنس فيه من 11 ل 30%. طبعا الكلام ده ليه امبليكيشن جامد جدا على الايكونوميك ريسورسز في بلاد فقيرة. انك انت عايز تقول ان نص المجتمع عنده هايبرتنشن وتعالجه، دي مشكلة اقتصادية فظيعة. واحنا لقينا طبعا استونشنج، وزي ما انتم عارفين احنا مجلس جمعيه ضغط الدم المصريه عاملين ناشونال جايد لاينز
وابديتنج حوالي 3-4 مرات فاتت، وكلمنا الناس الامريكان اللي حطوا الجايد لاينز دي، قلنا لهم دي سيم ان لوجيك، هم ما بقوش عارفين يردوا قوي، وهو طبعا في انتقادات حتى في امريكا، لكن قالوا ما ينطبق على الامريكان لا ينطبق على اذر اثنيك جروبس وهكذا، كلام مش منطقي. اهتموا زي ما بقول لكم قوي بقضيه الاوت اوف اوفيس بلاد بريشر ميجر، والفكر من وراء هذا ان العيان لو قعد في بيته وبيقيس الضغط associated what is called telehealth counseling، يعني يقدر ان هو يتكلم مع النفس او يتكلم مع الطبيب، انت بتسهل له الظروف. لكن في ظروف زي ظروفنا كده ان العيان ينزل ويروح العياده والزحمه الفظيعه اللي احنا فيها، سيب العلاج. الفكره كلها انك تسهل الظروف علشان نعمل بيتر كنترول. فهنا الاوت اوف اوفيس اللي هو الهوم ميجرمنت او الامبيلاتري طبعا لو احتاج، يعني كان مرحبا به جدا في النيو جايد لاينز اسوشيتد مع التيلي هيلث، واحنا هنتكلم بعد كده على التيلي هيلث ان ديتيل. قضية الماسك هايبرتنشن والوايت كوت هايبرتنشن ده يمثلوا 25% من الناس اللي عندهم ضغط. وايت كوت هايبرتنشن العيان يجي لك العيادة تكشف عليه تلاقي ضغطه عالي، يروح بيته يقيسه وعمره ما بيبقى عالي. الماسك العكس، in the clinic it is a normal blood pressure، when it is outside it is a high blood pressure. طيب ازاي نقدر ان احنا نتعامل استقبال انت بتجيلك عيانين مكسورين ومتعورين ومتضمطين ما بيقدروش. فازاي نسسبكت وجود الوايت كوت هايبرتنشن؟ العيان كل مره يجي لك العياده تقيس له الضغط عادي، تعمل له اي سي جي، تعمل له ايكو، تشوف اذر ريس فاكتورز، تشوف اند اورجن دامج، مفيش خالص. تقوم سعادتك تشك ان العيان ده قد يكون وايت كوت. فلو كان في فاسيلتي يعمل هوم ميجرمنت فبيعمل هوم ميجرمنت، او انك انت تركب له امبيلاتري. تجد لما تيجي الهوم ميجرمنت او الامبيلاتري بلاد بريشر نورمال، فده يؤكد ان عنده وايت كوت هايبرتنشن، ما عندوش ضغط. فبالتالي لو كان بياخد دواء توقفه، مش توقفه وتنام، توقفه وتفولو اب ذا بيشنت افري 3 مانث، لان وجد بالدراسات ان جزء كبير جدا من عندهم وايت كوت ليتر اون يبقى عندهم هايبرتنشن. العكس بالنسبه للمصر، العيان بيجي لك في العياده ضغطه سليم، تعمل له اي سي جي تلاقي له فنتريكلر هايبرتنشن، تعمل له ايكو تلاقي له فنتريكلر هايبرتنشن، وهو هاي ريسك دايابيتيك وهايبرتنشن. شك معقول كده؟ فنقوم نعمل له هوم ميجرمنت، خليه يقيس الضغط في البيت لو هو ده بس بوسيبل، او نعمل له امبيلاتري نلاقي الضغط عالي خالص. فده الماسك هايبرتنشن نورمال ان ذا كلينيك هاي اوت سايد، واذا وجد ان هو بيبقى موجود في سيرتن كاتيجوريز اوف بيشنتس، وعلشان كده لازم انت تسسبكت فيهم زي الناس الدايبيتيك، وزي الناس اللي عندهم رينال امبيرمنت، وزي الناس اللي عندهم ورك في نايت شيفتس وحاجات من هذا القبيل. الحاجه اللي بعد كده اللي اهتموا بيها ذا سكندري هايبرتنشن. سكندري هايبرتنشن تمثل جزء صغير قوي من الناس اللي عندهم هايبرتنشن لا يزيد عن 5%. اهميته ان هو جزء كبير منهم از كوركتد. طب ايه الكرايتيريا بتاعت السكندري هايبرتنشن؟ او هاو تو سسبكت ذا بريزنس اوف سكندري هايبرتنشن؟ اول حاجه ان العيان ريزيستنت، بقعد اديله دواء ما مش نافع في الدواء. تاني حاجه هايبرتنشن ستارتد ات يونج ايج،
اقل من 30 سنه. او دايستوليك هايبرتنشن ستارتد افتر ذا ايج اوف 50. خلي بالك دي الحاجات اللي بتخليك تشك ان العيان ده عنده سكندري هايبرتنشن. او سادن ابرابت اونست اوف هايبرتنشن فجاه. او اكسلريتد مالجنانت هايبرتنشن. او اكزازيربيشن اوف بريفيسلي كنترولد هايبرتنشن. عيان عنده ضغط وبيجي لحضرتك وبيمشي من حضرتك وانت مبسوط وهو مبسوط وضغطه كنترول. فجاه ضغط عالي ومش راضي ينزل. من ضمن الحاجات الشهيره في الموضوع ده قوي اللي هو اثيروسكليروتيك رينال ارتري ستينوس. الحاجه اللي بعد كده اللي بتخليك تشك ان العيان عنده ريزيستنت هايبرتنشن بيرسيستنت هايبوكاليميا وذر سبونتينيوس او دراج اندوس. واخر حاجه لما بتلاقي نون كورليشن بين ذا بلاد بريشر يو ميجر وبين الاند اورجن دامج. يعني واحد عنده الضغط بسيط خالص وعنده ريفنتريكل هايبرتري جامد جدا او العكس. هذه هي الاشياء اللي بتخليك تشك ان ده مش essential hypertension وده secondary hypertension. طب اعمل ايه؟ plus one indication في هذه الحالات انك انت بقى لو لقيت الحاجات دي انك انت screen the different causes of secondary hypertension اللي هنتكلم على بعضهم دلوقتي. وبعد كده لقيت ان السكريننج البسيط خالص ما تخشش في ديتيلز لان دي مكلفه جدا. فانت تاخد وان تيست عشان يقول لك الراجل ده عنده برايمري هايبر هايبرتنشن مثلا او كذا. لو لقيت ان هو بوزيتيف يبقى انت من حقك تحول هذا العيان لواحد سبيشاليست سبيشاليز في الهايبرتنشن او بتاع اندوكرينولوجي اكوردنج تو ذا كوز اوف ذا سكندري هايبرتنشن. هنتكلم على اهم ثلاث اسباب من السكندري هايبرتنشن بعجاله وببساطه شديده. اول واحد اللي هو برايمري الدوسترينيزم. هاو تو سسبكت عيان عنده ريزيستنت هايبرتنشن، عيان عنده ايرلي فاميلي هيستوري اوف هايبرتنشن او ستروك، ابوه اخوه جالكم ستروك في سن 30 40 سنه، او ايرلي اونست اوف هايبرتنشن، او بعمل له طبعا التحاليل المعمليه العاديه لقيت عنده هايبوكاليميا كمان، او بعمل له ابدومينال سونار از ا بارت اوف ذا روتين انفستيجيشن في حالات السكندري هايبرتنشن فبلاقي انه عنده ماس على السوبرابين. دي الحاجات البسيطه والغير مكلفه اللي ممكن تقول لي وده كومن كوز اوف سكندري هايبرتنشن ان هو هايبر برايمري الدوسترينيزم. ايه التيست اللي ياكد لي ده؟ تيست معملي بسيط اللي هو بلازما الدستيرون تو رينين ريشيو. لو لقيت ان البلازما الدستيرون تو رينين ريشيو عاليه تحوله للراجل بتاع الاندوكراين او السبيشاليست الهايبرتنشن يتعامل معاه. تاني نوع من السكندري هايبرتنشن المهم قوي اللي هو الرينال ارتريسينوس. وعلى عكس ما هو متوقع تريتمنت اوف رينال artery stenosis is a medical therapy. زي ما انتم شايفين هنا class 1 recommendation level of evidence A. يعني مش كل واحد عنده renal artery stenosis هوب دخل قسطره وسع حط بالون حط ستنت الكلام اللي بنشوفه ده. It's not true. امتى بلجا ل intervention؟ بالون ده انا مش عايز اتعبك لو انت عندك حاجه بس خليك في الغرف يعني مش لازم احبسك هنا. لانك انت بعد كده هتفتح عياده وتقعد تعالج الضغط وحاجات زي كده قدام يعني ورا ماشي يعني عايز تروح كده بس يعني يقدر شكرا. امتى السكندري هايبرتنشن ده يبقى محتاج انترفنشن؟ لو العيان ريزيستنت بديله دواء مش فالح فيه، او العيان عنده كونجستيف هارت فيلير، او العيان عنده بروجريسيف رينال امبيرمنت. اعمل له كرياتينين 1.5، اعمل له كرياتينين بعد كده 2، اعمل له كرياتينين بعد كده 2.5 وكذا. واخر حاجه اللي من الاول اقدر اعمل له اللي هو فايبرو
muscular type of renal artery. ده ما ينفعش فيه وده عادة في العيال الصغيرين وده ما ينفعش فيه الا الانترفنشن. يبقى هنا نفهم كويس قوي ان not all the cases of treatment of renal artery stenosis is medical. The exceptions اللي انا قلت عليها. تالت واخر حاجة عايز اقولها بالنسبة لل types of secondary hypertension اللي هي الobstructed sleep apnea. Obstructive sleep apnea is a common type of secondary hypertension. It is a correctable type of secondary hypertension. In the States, there is specialized clinic for obstructive sleep apnea. الجديد انا هنا بركز لكم على الجديد في الجايدلاينز. الجديد في الجايدلاينز ان ما كنا نعتقد ان هو treatment of choice اللي هو الكونتينيوس سيفاب كونتينيوس بوزيتيف اير واي بريشر تريتمنت از نوت اني مور واخد كلاس 2 بي ريكومنديشن. دي فيها ريدكشن اوف ويت, فيها بارياتريك سيرجري, فيها سيرجري ريليتد لل اي ان تي. دلوقتي بقت سيرجيكال مانجمنت اوف اوبستراكتيف سليب ابنيا از ذا تريتمنت اوف تشويس. فهنا احنا عرفنا when to suspect secondary hypertension, what you do when you suspect, وتكلمنا على اهم ثلاث اسباب من secondary hypertension. الحاجة اللي بعد كده, الو الو ازيك سيد ايه هو الحمد لله. انا هشتغل الحالتين دول ان شاء الله بقى يعني على الساعة ماشي. اديها فلويد, لا ما فيش مشكلة, اديها فلويد. برافو عليك. وخلي كده اقول لهم ان احنا قد نحتاج انها تتغسل لكن لازم تعمل ماشي. وفي حالة انا عملتها امبارح, هو كان عنده توتال اوكلوجن برايت كرونري بثرومبس كبيرة جدا وكان عنده ال دي ليجن, فانا حطيت ستنت ال دي ليجن وهو ماشي على الاجراسات وهنصوره تاني نشوف نعمل ايه. طيب يعني على 10 ونص كده انزلهم تحت. شكرا يا سيد, شكرا. بعد كده هنتكلم على المانجمنت. المانجمنت اوف هايبرتنشن زي ما انتم عارفين هو نان فارماكولوجيكال وفارماكولوجيكال. وللاسف الشديد ان النان فارماكولوجيكال اللي هو كل انواعه اللي هنتكلم عليها is class 1 recommendation level of evidence A, هو الفريضه الغائبه. لا الدكتور عنده وقت ولا العيان مقتنع لان هو انت شايف ان ده مش مهتم وما بيعملهاش. ولذلك لما تمشوا في الطرقه دي قدام كده على اليمين هتلاقوا يونت اوف ريهابيليتيشن, في نفسات متخصصين بيقعدوا مع العيانين وبيفهموهم النان فارماكولوجيكال وبيتابعوهم بالتليفونات وهكذا. في بلد ايكونوميكلي unsatisfactory like our country الاهتمام بالحكايه دي في منتهى الاهميه. زي ما تشوفوا معايا كل واحد من هذه النان فارماكولوجيكال بتوطي الضغط بطريقه محسوبه وحاسمه بدون دواء, بدون ما ادفع حاجه خالص وبدون سايد افكت. نشوف سوا. اول حاجه الويت لوس, كل كيلو جرام بتخسه حضرتك بيقلل البلاد بريشر سيستوليك وداستوليك. سيستوليك حوالي 1.5 مليمتر مرك. زي ما انتم شايفين كل اللايف ستايل مش بتقلل بس في الهايبرتنسيف, في الهايبرتنسيف والنورموتنسيف. الافريج ريدكشن اوف ذا بلاد بريشر از اباوت 5 مليمتر مرك, فيما عدا الدايت ممكن يقللوا لغايه 11 مليمتر مرك. بالنسبه للهيلثي دايت احنا نعرف اللي هو الداش دايت, وده متميز ب اكسس فروتس اند فيجيتابلز لو فات دايتري كونتنت
ولو ساتوريتد فاتس. هذا الهيلثي دايت ده ساتوريتد يقدر يعطي لنا الضغط 11. الدايتري صوديوم ريكومنديشن فور صوديوم انترناشونال از اباوت بير داي 4.6 جرام. ولو ده بالنسبه للصوديوم، لكن الصوت اللي احنا بناكله اب تو 6 جرام. لكن انت كل المطلوب منك الاول انك توطي السولت كونسامشن حوالي جرام في بدايه الاستخدام، وده بيبقى امبليكيتد على توطيه الضغط حوالي 5. الو مين؟ ممكن تكلمني يا معتز بعد يعني بعد ساعة كده عشان بعد ساعة. شكرا. هو هيبقى الصبح ولا بعد الظهر؟ البوتاسيوم، مجرد انك انت تاخد اكسس فروتس والحاجات اللي فيها بوتاسيوم كتيرة بدون اي دواء ولا حاجة يقدر يوطي لك الضغط حوالي 5 مليمتر مركب. يعني زي ما انتم شايفين اللايف ستايل از فيري لايف ستايل موديفيكيشن از فيري افكتيف. هنا حصل في بالنسبه للفيزيكال اكتيفيتي حصل تغير كبير قوي. واخدين بالكم ازاي؟ ان احنا زمان كنا بنقول ان الايزومتريك اكسرسايز از كونترا انديكيتد، اللي هو زي الويت ليفتنج وكده، وان هو بيعلي الضغط. Now this is changed. فكل انواع الاكسرسايز whether aerobic exercise او dynamic resistant او isometric resistant. ايوه فوات. الو لا ادهولي دول. صباح الخير يا احمد بيه. يعني احنا الحمد لله بنبتدي نعمل صفر من اول، يعني ما كنت هنا من 30 سنه. في اوردر صريح ان هو كل الشيكات تتصرف بصرف النظر عن هي من اي جهه، يعني من لا التوفيق. طيب. لكن ما نقدرش نصرف ال 5700 دول، لازم يتغير. ماشي. اديني فؤاد. لا ولا. اي فؤاد، طب خلاص انا ادهم لك بعد كده. واخر حاجه بقى اللي هو الالكوهول كونسامشن، واحنا مش مصلحين دينيين، احنا اطباء. ويو هاف تو اسك اباوت تيكينج الكوهول، لانه ده وان اوف ذا كوزز اوف ريزيستنت هايبرتنشن. عين ما بيتضرعش نقول. وهنا في ماكسيمم كونسامشن بالنسبه للمان او الويمن اللي هو 30 مللي او ايثانول بالنسبه للمان و15 بالنسبه للفيميلز. النقطه اللي بعد كده البيشنت ايفالويشن. What are the investigations you have to do in any patient with hypertension؟ في حاجات common routine وفي حاجات recommended according to the type of patient. بالنسبة للروتين الجديد فيها ان هو زود الثيرويد ستيميليتنج هرمون.
as a basic testing, which should be done in every patient with hypertension. وبالنسبة للoptional testing الإيكوكارديوجرام، يعني حكاية إن واحد يروح للدكتور كل مرة يعمل له إيكو، ده طبعا تخاريف الغرض منها معروف. فالoptional اللي هو الإيكو واليوريك أسيد واليورينري ألبومين تو كرياتينين ريشيو. لكن الجديد هنا إن الثيرويد ستيمليتنج هرمون أصبح من ضمن البيزك تيستنج. Treatment of high blood pressure. احنا خلصنا النون فارماكولوجيكال ودلوقتي هنخش على الفارماكولوجيكال تريتمنت. وزي ما قلت لكم بالنسبه للفارماكولوجيكال تريتمنت يو هاف تو كونسنتريت على ثلاث حاجات. ايه الثريشولد اللي ببدا عنده العلاج؟ وايه التارجت اللي انا عايز اوصل له؟ وايه الفريكونسي اوف فولو اب اكوردنج تو ذا تايب اوف بيشنت؟ بالنسبه للثريشولد، العيان اللي عنده اللي انا بعمله سكندري بريفنشن، يعني هو اوريدي عنده كارديو باسكولار ديزيز، عنده انفارشن، عنده هارت فيلر، عنده ستروك، او العيان البرايمري اللي هو ما عندوش كارديو باسكولار ديزيز لكن حسبت له الريسك سكور بتاعه طلع اكتر من 10% في النكست 10 years. دول الثريشولد اللي بعالج عنده هو اكتر من 130 سيستوليك واكتر من 80 ديستوليك. ده الثريشولد بين النوعين دول اللي هو السكندري هايبرتنشن واللي هو البرايمري مع ريسك سكور اكتر من 10%. العيان البرايمري هايبرتنشن اللي هو ما عندوش كارديوفاسكولار ديزيز واللي هو الريسك بتاعه اقل من 10%، الثريشولد هنا 140 على 90. واخدين بالكم ولا مش واخدين؟ واخدين. طيب بالنسبة بقى لده الجوريزم لكل الأنواع. فعندنا بالنسبة للنورمال ازاي بنعالجهم وقد الفريكونسي بتاعت الفولو اب. بالنسبة للنورمال اللي هو 100 أقل من 120 على 80، ده كل اللي بعمله بأدفايز زي ما بأدفايز كل الناس لايف ستايل موديفيكيشن، وبقول له أشوفك بعد سنة. الاليفيتد اللي هو 120 130 واقل من 80، ده ببتدي معاه نون فارماكولوجيكال ثيرابي وبقول له اشوفك من بعد 3 ل 6 اشهر. الستيج 1 هايبرتنشن بقسمهم لنوعين، واحد الريسك بتاعه اقل من 10% وده يعامل كالاليفيتد يعني نون فارماكولوجيكال واشوفه بعد 3 ل 6 اشهر، او الريسك اكتر من 10% ودون بديله فارماكولوجيكال بالاضافه للنون فارماكولوجيكال وبشوفه بعد شهر. وده نفس الكلام اللي بعمله في الستيج 2 اللي هو 140 على 90، نون فارماكولوجيكال اند فارماكولوجيكال وبشوفه بعد شهر. الالجوريزم ده تحطه في دماغك لان هو دي الطريقه اللي بتعالج بيها كل سب كلاسيفيكيشن بيشنت ويز هايبرتنشن. طيب احنا اتكلمنا زي ما قلنا على الثريشولد. طب الجول عايز اوصل لكام؟ بالنسبة للعيان الأولاني اللي هو secondary prevention أو عنده الريسك أكتر من 10%، فده لازم يكون أقل من 130 على 80 وده class 1 recommendation level of evidence B. بالنسبة للعيان اللي هو primary والريسك بتاعه قليل، برضه من المستحسن إنك أنت توصل لجول 130 على 80، ولكن هنا ناخد بالنا ان الكلاس اوف ريكومنديشن 2B. مهم قوي ان احنا نعرف الكلاس اوف ريكومنديشن، واحد كلاس 1 وده 2B. يعني 2B ده يعني يو مي. الوردنج از فيري امبورتنت، يعني كلاس 1 ده از ريكومندد، كلاس 2A از ريزونبل، كلاس 2B يو مي قد وقد. choice of medication ابتدي بايه؟ هل في دواء معين ابتدي بيه بالعيان اللي عنده ضغط؟ الكلام هنا انك انت you can start by any one of the four groups of antihypertensive اللي هي الايس والارش والسايزات دايريتكس والكالسيوم شانل بلوكرز. ابتدي بمونو ثيرابي ولا بكومباينيشن ثيرابي؟ وده احد الاسئله اللي احنا طرحناها في الاول واللي الامريكان جايد لاينز مهتميه بيه. ابتدي بكومباينيشن ثيرابي از تو دراج سيبريت
أو single pill combination إذا العيان عنده stage 2 hypertension والليفل بتاع blood pressure أكتر من 20/10 فوق التارجت اللي أنا عايز أوصله. العيان اللي هو عنده stage 1 hypertension we can start by monotherapy. يعني combination therapy في العيان stage 2 واللي level of blood pressure بتاعه more than 20 systolic على 10 diastolic من التارجت اللي أنا عايز أوصله. العيان اللي هو في stage 1 I can start by monotherapy. دي من أهم الشابترز في الأمريكان جايدلاينز، لأن احنا غرضنا في الآخر how to do proper control of the hypertension، ازاي تظبط الضغط العيان بطريقة منضبطة. أول حاجة مشكلة علاج الضغط هي الأدهرنس، العيان بيسهق ومبياخدش الدواء، لأنك أنت بتعالج أسيمتوماتيك ديزيز بدراجز ممكن تعمل سايد افكتس فما يكملش. علشان أعمل بروبر أدهرنس في حاجتين أفتكرهم في دماغي. أول حاجة إن أنا وانس ديلي دوز، حاجات اللي بشوفها ما أنزل الله بيا من سلطان النهر يا روشيتا، واحد كاتب كابوتين نص قرص 3 مرات أو كاتب مش عارف بيتا بلوكر، إذا كان ربنا مسهلها عليك وفي لونج أكتنج ميديكيشن طب أنا هصعبها على العيان ليه؟ ما هو هيسرق ويرمي الدواء بتاعك أساسا. وتاني حاجة الكومباين ثيرابي يستحسن في سنجل بيل كومباينيشن، تدي دوايين يساعد 3 أدوية في قرص واحد، ده بيسهل على العيان خالص، ياخد مرة واحدة قرص فيه 3 كومبوننتس وكان الله بالسر عنه. فأول حاجة عشان تو امبروف الكنترول هي إنك تلتفت للأدفنس. تاني حاجة إنك أنت تهتم جدا وتتابع مع العيان وتفولو اب لايف ستايل موديفيكيشن بجميع انواعها، الويت لوس توزنه كل مره يجي لك تساله وتشجعه على الفيزيكال اكتيفيتي وتراجعه في الاكل اللي بياخده والملح وكذا، فيري امبورتنت. وفي المستشفيات الجامعيه واللي يعني المستشفيات المتحضره والنظيفه المفروض ان ده اذا كان الفيزيشن از نوت ايبل تو دو ذات ذيس كان بي دان باي ذا نيرس. يبقى تاني حاجة البروموشن اوف لايف ستايل موديفيكيشن. تالت حاجة اللي هي لازم نعرف ان علاج الضغط ما هواش وان مان شو، كل ما كان تيم بيست مانجمنت. يعني ايه تيم بيست مانجمنت؟ يعني الطبيب مشترك، الناس مشتركة، بتاع الفارماسي لما بيروح له يقول له الله ده انت خدت اخر مرة الدواء كذا، انت بقالك كذا ما خدتش كذا. يعني كل ما كان تيم ورك كل ما كان البوسيبيليتي تو كنترول ذا بلاد بريشر مور. اللي بعد كده ريجسترز، احنا في بلدنا وفي البلاد اللي زي بلدنا كده مشكله من المشاكل الجامده جدا هي موضوع الاحصائيات. فلو احنا عندنا ريجسترز بالنسبه للهوستل او بالنسبه للبيشنت وي كان نو ذا اندر تريتمنت اند ذا اندر دايجنوزس اوف هايبرتنشن اند اتس كوزز ونركز عليه. وموضوع الريجسترز دي از فيري امبورتنت فور بيتر كنترول. اللي بعد كده اللي هو التيلي هيلث اللي احنا اتكلمنا عليه، ان العيان از لايبل معاه نمرة تليفون معينه بتاعت المستشفى او بتاعت الميديكال فاسيليتي، انا قست الضغط النهارده لقيته عالي قوي، طب اعمل ايه؟ طب مش عارف ايه، بدل ما ينزل ويروح ويجي انت بتسهل عليه الموضوع. بيرفورمانس مش كل واحد مشترك في العلاج سواء البيشنت او البروفايدر اللي هو انت او الهيلث سيستم عليه كده ستيبس معينه مكتوبه، انت هتعمل كذا وكذا 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 والعيان ملتزم بكذا وكذا وكذا والهيلث سيستم عليه كذا وكذا وكذا. فلازم كل ما كنت محدد وظائف كل جهه من اللي بتشترك في العلاج كل ما كان ده احسن للكنترول. اللي بعد كده الكواليتي امبروفمنت، انا بشوف الديوتيز اللي انا عملتها دي وقد ايه منها مطبق وقد ايه منها مش مطبق، وبحاول اعمل كواليتي امبروفمنت كل مره على تقديم السيرفيس سواء بالنسبه للطبيب
او العيان اذا ما كانش بيطبق الانستراكشن وهكذا. واخر حاجه خلوا بالكم منها دي ابتدت في لندن من حوالي 20 سنه ودلوقتي بتعمم في العالم كله، اللي هو الفاينانشال انسنتيفز. يعني ايه فاينانشال انسنتيفز؟ الشيوعيه سقطت لانها حاولت ان تغير ما خلق ربنا سبحانه وتعالى البشر. احنا مش متساويين، والمجتمعات الليبرال المجتمعات المفكره بتدي تساوي في نقطه الانطلاق، لكن كل واحد ربنا مديله كفاءات ان هو يوصل ونجح مختلف. فالفاينانشال انسنتيف جمع الدكاتره بتوع التامين الصحي وبتوع وزاره الصحه، كل دكتور مسؤول عن 50 عيان او 100 عيان او 150 عيان، فهو بيعالجه وبعدين بيحصل عليه اوديتنج قد ايه من العيانين بتوعه وصلوا للتارجت بالنسبه للبلاد شوجر وبالنسبه للليبيد بارامترز وبالنسبه للضغط. اللي بيحقق اتشيفمنت كويس بياخد انسنتيفز فلوس فوق السالري بتاعه، فبذلك انت بتشجع الناس انها تعمل عملها. او الانسنسيف دي ممكن يكون عن طريق الهيلث سيستم، بأي انها ايه تعمل كو بيمنت، يعني العيان يدفع جزء والحكومه تدفع جزء، او اذا كان في ميديكال انشورنس مغطي كله يبقى احسن واحسن. فهنا لان الادويه غاليه والاوت اوف بوكيت ده مكلف جدا زي ما احنا كلنا عارفين في كل حاجه، فده وات از مينت باي فاينانشال انسنتيف. احنا كده يبقى خلصنا اهم النقط الخاصه بالامريكان جايدلاينز، وبعدين هنتكلم على التشينجز اللي حصلت في اليوروبيان جايدلاينز اللي هي صدرت في يونيو 2018 مقارنه بالجايدلاينز اليوروبيان اللي كانت صدرت في سنه 2013. ايه اهم التغيرات؟ لا في لسه حاجه دي المفروض يبقى عند كل واحد فيكم تحت التنوره بتاعت العياده، اللي هو الالجوريزم اوف مانجمنت. يعني انا العيان اللي بيجي ده عنده الضغط اعمل معاه ايه من ساعه لما يوصل؟ اول حاجه بروبر مانجمنت ذا بلاد بريشر. جزء كبير منا جدا بيقيس الضغط غلط، وانا فاكر لما عملنا اهم دراسه اتعملت على الابيديميولوجي اوف هايبرتنشن ان ايجيبت في جمعيه الضغط المصريه، وكنا بنعملها مع جامعه جون هوبكنز في امريكا، وهم هاير مجموعه من الاطباء منهم نواب في القصر العيني وكذا عشان يشتركوا في الاستادي، اللي نجحوا كانوا حوالي 60% في كيف تقيس الضغط بطريقه منصفه، اللي بيحطوا مش عارف ايه واللي بيحط فوق الهدوم واللي بيستخدم الكف الصغير على واحده قد الفيل وكذا. فبروبر مانجمنت نمره واحد. نمره اثنين لوك فور وايت فوت او ماسك هايبرتنشن. نمرة ثلاثة suspecting secondary hypertension، ده اللي بعمله مع العيان بتاعي كل عيان. نمرة أربعة look for end organ damage، يعني بعمل مايكرو ابدومينوريا، بعمل ايكو اشوف ليف فنتريكولار هايبرتري. تاني حاجة بعمل risk stratification عشان منه اعرف الثريشولد بتاع الضغط في العيان المعين. ثم I discuss a goal، عايز اوصل في العيان المعين ده تارجت قد ايه. ثم ابتدي ان انا افهم العيان النون فارماكولوجيكال والفارماكولوجيكال، اوصف له الدواء المظبوط، وبعدين اكون عارف اعالج الضغط في شابتر مهم قوي اللي يرجع للجايد لاينز، هايبرتنشن ويز كوموربيديتيز. العيان اللي عنده ضغط وعنده سيريبرال فاسكولار ستروك، العيان اللي عنده ضغط وعنده رينال امبيرمنت، الدايابيتيك اللي عنده هايبرتنشن، او certain ethnic group في الالدرلي، very elderly patient، في الفيميلز، في البريجننت وكذا. واخر حاجه اللي هي اتكلمنا عليها من شويه اللي هي how to improve الكنترول، بان يبقى في تيم ورك، يبقى في تيلي هيلث كومبليكيشن وكذا. فهذا الالجوريزم المفروض ان كلنا نبقى نعرفه. واخر سلايد بتوريني او بتختصر لي الثريشولد والجول في كل انواع العيانين، ونجد ان كل العيانين احنا عايزين نبتدي ثريشولد فوق ال 130 ونوصل تارجت اقل من 130، فيما عدا العيان اللي هو برايمري بريفنشن ما عندوش كارديو باسكولار ديزيز ولا حاجه خالص والريسك بتاعه اقل من 10%، ده مسموح ان انا ابتدي ثريشولد 140.
والعيان اللي عنده سريبرو باسكل ستروك وما كانش خد علاج قبل، اول مره جاله ستروك وانا عالجته وطلع ان عنده هايبرتنشن، فده هو العيان الثاني بس اللي مسموح يكون السريبرو 140، فيما عدا هذا فكله 130 اباف وكله 130 تحت. نرجع لليوروبيان بقى دلوقتي. ايه المين تشينجز اللي حصلت سنه 18 عن سنه 13؟ حصل ميجر تشينجز في الدايجنوز والتريتمنت استراتيجيز ان جنرال، واضافوا نيو ريكومنديشن في هذه المجموعات: هايبرتنسيف ايمرجنسي، البيري اوبرتيف مانجمنت، الناس اللي عندهم كانسر ثيرابي عندهم بياخدوا اونكولوجي، والسكسوال ديسفانكشن او الاركتايل ديسفانكشن. هنا حصل نيو ريكومنديشنز في النيو يوروبيان جايدلاينز. ايه التغيرات اللي حصلت في الدياجنوزس وايه التغيرات اللي حصلت في المانجمنت؟ بالرغم ان اليوروبيان احتفظوا بالكلاسيفيكيشن اللي احنا عارفينها من زمان زي ما هي، ولكن ما بين السطور اصبحوا less conservative، وزي ما هنشوف مع بعض دلوقتي ابتدى الليفلز يوطى عن اللي هو موجود في الكلاسيفيكيشن. من ضمن التغيرات المهمه قوي في الدياجنوستس ان هم رحبوا قوي بالاوت اوف اوفيس، وزي الامريكان جايد لاينز رحبوا جدا بالاوت اوف اوفيس، سواء الهوم ميجرمنت او الاسبيراتيف لاب بريشر مونيتورنج. وتاني حاجه اهتموا خالص بقضيه الوايت كوت والماسكت هايبرتنشن، وقالوا ان في الدياجنوستس في فئات معينه I should do ambulatory blood pressure monitoring in order to do proper. مش كل واحد هعمله ambulatory. من اكتر groups I should do ambulatory blood pressure monitoring فيهم اللي هو اللي انا suspecting white coat او suspecting masked hypertension او اللي عنده resistant hypertension، اشوف ده حقيقه resistant ولا لا. وتاني وتالت حاجه في النيو ريكومنديشن بالنسبه للدياجنوستس في النيو يوروبيان جايد لاينز اللي هي الفريكوانسي اوف تشيكينج ذا بيشنت. عيان جالك وعنده نورمال بلاد بريشر، وين يو شود ريكومند هيم تو سي ليتر اون بعد 3 سنين. لو واحد عيان جالك وعنده هاي نورمال فده لازم تشوفه كل سنه. الحاجات دي مهمه ان اوردر نوت تو ميس ا بيشنت هي از هايبرتنسيف اند يو فورجيت تو ميجر هيز بلاد بريشر. طب ايه التغيرات دي؟ التغيرات الميجور اللي حصلت بالنسبه للدياجنوز. ايه التغيرات الميجور في اليوروبيان بالنسبه ل لسه في بالنسبه للدياجنوز برضو؟ ان هو كل عيان لازم اعمل له زي ما قلت لكم نص شغلك قياس الضغط، النص الثاني ريسك ستراتيفيكيشن. اليوروبيان عندهم سكور اللي هو السكور سيستم باي ويتش يو كان دو ريسك ستراتيفيكيشن. ما بنعالجش العيان بس، يعني ممكن عيان يبقى عنده بلاد بريشر 180 على 120 وعيان تاني عنده الضغط بتاعه 160 على 110، وال 160 على 110 از مور ريسكي لانه الريسك ستراتيفيكيشن بتاعه باي سكور سيستم از اعلى. فهنا منص على انك انت تعمل ريسك ستراتيفيكيشن لكل العيان ما عدا واحد بس اللي هو عنده كارديو فاسكولار ديزيز، ده باي ديفينيشن is a very high risk. عنده ستروك، عنده myocardial infarction، جاله dissection of the aorta، ده ما تعمل له ايه؟ هو هاي ريسك خلاص. تاني حاجة ان هو قال لك ان الوايت كوت هايبرتنشن اللي احنا كنا فاكرينه benign it is not any more benign. وان العيانين دول جزء كبير منهم ما عندهمش ضغط لان هم كانوا اساسا بياخدوا علاج غلط. انت مشخصهم هايبرتنشن وهم هوايت كوت وبتدي لهم ضغط علاج ضغط، وان جزء كبير منهم بيقلب هايبرتنشن ليتر اون. فقال لك ان يو شود نو ذات وايت كوت هايبرتنشن از نوت ذات انسنت. الحاجه اللي بعد كده في الدياجنوزز احنا قلنا في اليوروبيان بالنسبه للانفستيجيشنز ايه اللي اهتموا بيها، هنا اهتموا في الدياجنوزز مع عشان تعمل ريسك ستراتيفيكيشن بالالبومين كرياتينين ريشيو شود بي دان ان افري بيشنت وباليوريك اسيد ايفالويشن.
واخر حاجه اهتموا بيها ان العيان بتاع الكانسر ثيرابي زي ما هنشوف is very liable for hypertension, وهنشوف مع بعض في المانجمنت what we can do. ودي شريحه من الناس عماله تزيد كل الوقت, الناس بتوع الكانسر اللي بياخدوا كيمو ثيرابي. بالنسبه للتريتمنت زي ما قلت لكم هم سابوا كلاسيفيكيشن زي ما هو على سنه 2013, ما بين السطور غيروا كومبليتلي. ازاي؟ تعالوا نشوف سوا. قال لك ان البلاد بريشر ليفل في كل الناس لازم يبقى اقل من 140 على 90. اللي مستحمل يبقى 130 على 80. يعني انت نزلت 140 على 90 وعيان كويس, لا نزل كمان 130 على 80. ال WHO غير تقسيم الاعمار, يعني لغايه 65 سنه ده ميدل ايج, وبالتالي قال لك العيان اللي اقل من 65 لازم ضغطه يبقى من 120 ل 130. اللي فوق ال 160 اللي هم بيعتبروه اولد ايج ده ضغطه مسموح من 130 ل 140. العيان اللي عنده كرونيك رينال ديزيز الضغط من 130 ل 140, والداستوليك بلاد بريشر فور اول ذا بيشنتس اقل من 80. فزي ما انتم شايفين هنا ان الريكومنديشن مختلفه عن الكلاسيفيكيشن. هم دلوقتي بيادوبت لور ليفلز في كل العالم سواء امريكان او يوروبي. اللي بعد كده قال لك احنا عندنا تو بيناين جروبس اوف هايبرتنشن, اللي هو الهاي نورمال واللي هو جريد 1 هايبرتنشن. الهاي نورمال قال لك لو الريسك عالي ابتدي تريتمنت ميديكال تريتمنت فارماكولوجيكال تريتمنت. والجريد 1 هايبرتنشن, وهننقد الحاجات دي بعد, اللي هي جريد 1 هايبرتنشن العيان ده لو اديته لايف ستايل موديفيكيشن لمده 6 اشهر وضغطه ما اتصلحش اديله فارماكولوجيكال ثيرابي. يعني مور اند مور جوينج توورز فارماكولوجيكال ثيرابي فور اول هايبرتنسيف بيشنتس. تاني اصر على ان تو دراج كومباينيشن, يو كان ستارت ثيرابي باي تو دراج كومباينيشن بريفرابلي تو بي سنجل بيل كومباينيشن, تو كومبوننتس ان ذا سنجل بيل. ايه البريفرابل كومباينيشن تو ستارت ويز؟ ايه الدوايين اللي يستحسن ان انا اختار از كومباينيشن ثيرابي تو ستارت ويز؟ ايس او اربس مع كالسيوم شانل بلوكر او سائزات دايريتكس. يعني مثلا واحد اربس مع دايريتكس, ارتس مع كالسيوم, ايس مع كالسيوم او ايس مع دول البريفر. اللي بعد كده بالنسبه للنيو ريكومنديشن في اليوروبيان جايد لاين ان حطوا الجوريزم جديد للتريتمنت الناس اللي عندهم هايبر تنشن مع سي او بي دي او اللي عندهم هايبرتنشن مع سريبروفاسكولار اكسيدنتس. واللي بقى والحاجات الجديده تاني ان هم حطوا شابتر كامل للنيو ميديكيشن اللي على راسها الاندوسيلين انتاجونست وعلى راسها دراجز بروموتينج نيتريك اوكسايد. الحاجه اللي بعد كده ان هم ستريسد على اهميه التيم بيز مانجمنت. تريتمنت اوف هايبرتنشن از نوت اي وان مان شو, لازم يشترك فيه الدكتور والنيرس والفارماسيست والسباوس. يعني زوج السيده او الست حرم الراجل لازم تتابع معاه انت خدت الضغط النهارده ما خدت الضغط النهارده وكذا. اخر حاجه في الريكومنديشن الجديده بالنسبه للاوروبيين ان هم قللوا قوي من الريكومنديشن بتاع الانترفنشنال ثيرابي, انك انت تعمل رينال ارتري دايلاتيشن او انك انت تعمل كاروتيد ارتري ستيميليشن. ده قللوا رغم ان بعد كده بعد الجايد لاينز دي اللي هي حصلت في يونيو 18 في ريفايفنج تاني للفكره وما انتهتش وما زالت الباتل از جوينج اون. فدي احنا شفنا اهم التغيرات الحادثه في خلصنا الامريكان في الاول وبعدين شفنا اهم التغيرات الحادثه في اليوروبيان بالنسبه للدايجنوز اند مانجمنت. وفي النهايه هنكريتيسايز
هل هذا الكلام is logic to be applied in a community like our community or not. زي ما اتفقنا مع بعض the lower blood pressure recommendations which they are insisting to adopt يعني ان احنا نعتبر stage 2 hypertension العيان اللي ضغطه 140 على 90 اولا it's very difficult to achieve ثانيا هيضع economical burden على الدول الفقيره اللي زي حالاتنا دي بفظاعه زي ما شفنا في السلايد اللي احنا عرضناه انت بتخلي ال prevalence of hypertension في population 50% يعني انت عايز تعالج 50% من الشعب treatment of hypertension فديس unlogic يعني وتاني حاجة انك انت لو تعالج الناس depending على ال blood pressure alone في الناس اللي عندهم mild hypertension الناس اللي عندهم mild hypertension اذا انت اعتمدت على ال level of the blood pressure من ال trials ال individual benefit is very limited هو مش هيستفاد احنا ما بنعالجش الناس عشان بس نقلل الضغط كل ترايل فيها هارد اند بوينت وسوفت اند بوينت الهارد اند بوينت اللي هي بتاثر على الموربيديتي والمورتاليتي اذا كنت بتدي دواء العيان ضغط وتي لكن هو ما تحسنش او 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 نمبر نيدد تو بي تريتد انت عايز تعالج مثلا 30,000 عيان عشان تنفع تقلل خمسه موربيديتي او مورتاليتي اتس نوت لوجيك وبالنسبه للناس المايل دول كل اللي انت التريتمنت از نوت كوست افكتيف في ريشوز في الطب من ضمنها البنفيت للريسك اي حاجه بتعملها تحليل اشعه انترفنشن ايه البنفيت اللي هياخده العيان وايه الريسك وتاني حاجه الكوست بنفيت هدفع قد ايه ومردود الدفع ده قد ايه لو انا اخد الناس اللي عندهم مالت هايبرتنشن لو ريسك الكوست بنفيت از نوت رايت اللي بعد كده الـ young individuals there is no single trial بتقول ان الـ young individual with mild hypertension اللي هم low risk will gain any benefit من الثيرابي تاني حاجة الـ benefit to risk ratio هنا قد تكون في اتجاه الريسك عيان صغير عنده 25 سنة وانت هتبتدي تديله بيتا بلوكرز وهتبتدي الاكتيفيتي بتاعته تقل وهتبتدي السايد افكت في حين ان كل الترايل بتقول لك مفيش benefit there is no value كل اللي تقدر تعمله في العيانين دول هم لايف ستايل موديفيكيشن بس اللي هم اليانج انديفيدوالز ويز مايلد هايبرتنشن برضه حكايه ان انا ابتدي كومباينيشن ثيرابي لكل الناس تجاه العام ان الكومباينيشن ثيرابي ده شود بي فور اول ذا بيشنتس this is not logic كومباينيشن ثيرابي شود بي ديبندنج على سن العيان على الليفل اوف ذا بلاد بريشر وعلى الريسك ستراتيفيكيشن اوف ذا بيشنت لكن انا ابتدي في كل العيانين كومباينيشن ثيرابي هم اعتمدوا على وان سنجل ترايل قالت لك ان يو هاف وين يو هاف ا هايبرتنسيف بيشنت امتى وصلت للضغط اللي انت عايزه كل ما بتوصل اسرع كل ما مردود ده على الـ على اللونجيفيتي والموربيديتي والمورتاليتي احسن بس سنجل ترايل بتقول يعني لو انا عندي عيان عنده الضغط وحسنت له الضغط في اول 3 اشهر غير لما اخد 6 اشهر او 7 اشهر 8 اشهر. اخر حاجه عايز اقولها ان بالنسبه للانترناشونال جايد لاين اللي احنا استعرضناها سوا قد تكون مش هي ذا بيست تو بي ابلايد في الثيرد وورلد كانتري ليه؟ لان انا بشوف العجب يعني الهايبرتنشن which is a chronic disease need medication all life العيان يروح للدكتور في التامين الصحي او وزاره الصحه طبعا مضروب 100 علقه على دماغه علشان الزحمه وعشان ينزل يصل الضغط يلاقيه مش عارف 160 على 100 ويقول له انت عندك ضغط وخد تريتمنت نونسنس احنا عملنا تجربه في جمعيه ضغط الدم المصريه to check the blood pressure apparatuses not only in the pharmacies ولا في مستشفيات وزاره الصحه في المستشفيات الجامعيه وجدنا 80% من الاجهزه از نوت كوركتد ما بيحصلهاش معايره فانت جاي تتكلم في ايه؟ انك انت عايز توصل للناس 130 وانت اساسا لا بتشخص صح ولا عندك اجهزه شغاله صح ففي حاجات اول تعملها وبعدين تتكلم على الفانتازيه دي. الناشونال جايد لاينز زي اللي احنا عاملينها الايجيبشن جايد لاينز قد تكون هي الافضل
لما يكون الانترناشونال جايد لاينز از نوت براكتيكال او ديفيكلت تو بي فولو. واخر كلمه عايز اقولها ان الجايد لاينز ار كومبرمايز توافق بين وات از بوسيبل اند وات از ايديال. ايه الحاجه المثاليه وايه الحاجه الممكنه البراكتيكال. And it should never replace the experience of the physician dealing. لأن مفيش اتنين عايزين زي بعض. شكرا جزيلا. حضرتك احنا هناخد اجراءات تطبق بالناشونال جايد لاين لكن في الامتحان. طيب احنا هنجاوب انا مثلا في الزمالك هنجاوب امريكان ولا اوروبيان؟ جاوب اللي هنجاوبه وتقول ان اكوردنج اللي هيسالك. الاوروبيان بتقول لك ايه؟ تقول الاوروبيان. الامريكان بتقول ايه؟ هتقول لك الامريكان. لو ما حددش انت ممكن تقول الحاجات المين اللي في كل واحد اكوردنج واسميه باسمه. بالظبط. في حاجه ثانيه في النظام. يعني انا اللي اسمها الدكتوره هاله دي كانت بتكلمني احنا هنبتدي ادي محاضرات في المحافظات اللي هي هتطبق التامين الصحي. واول مره هروح اعتقد يوم 15 ديسمبر في بورسعيد. علشان نتكلم على الناشونال ايجيبشن جايد لاينز دي عشان وزاره الصحه هتادوبتد ودي حاجه كويسه يعني ان فلحت وان كملت يعني. فده يعني تعليقا كمان على سؤالك اتفضل يعني. سؤال تاني. في حاجه كمان من براكتس في مصر هنا معظم الناس بيجي لها ضغط نتيجه الم او خوف او ظروف معيشيه صعبه كده وممكن لو الظروف دي عدت ممكن يقعد بست شهور ما عندوش ضغط. هل انا لازم امشيه على الضغط علاج الضغط يومي ولا براعي حته ال او مفيش حاجه زي اللي انت بتقول عليها دي؟ ضغط النفسي عليه وادي له الدواء ساعه ما يكون عنده مشكله. اللي انت بتقوله ده از نونسنس. اسمعني بقى سيبني انت مش كده. مفيش حاجه اسمها اتنرفزت فجالي ضغط. اتنرفزت يا سيدي سيبني اتكلم. عندي ستريس في حياتي. هو في حد عندك هنا ما عندوش ستريس؟ كفايه تشوف صوره سيس الصبح يعني. تاني حاجه زي ما كانوا بيقولوا زمان لا الضغط ده بتاع السن. والدك عنده ضغط لا ده يا عم ده بتاع السن ده حلو. مفيش حاجه كده. الضغط هو الضغط. لكن انت سالت سؤال مهم. عيان مومنتري يعني في ظروف معينه بقيس له الضغط. فلسفه علاج الضغط هو ان انا اوصل لاقل جرعه تحكم الضغط. يعني العين اللي حضرتك كنت بتقول عليه كان عنده ضغط وانت بتدي له مثلا دايريتك وبتدي له بيتا بلوك. جالك بعد شهر لقيته ضغطه حلو جدا زي ما انت مرتاح اقل من 140 اقل من 130 زي انت متوافق. 120 مثلا فاروح مقلل الدايريتك. جالي بعد شهر تاني لقيته 120 على 80 فاروح شايل البيتا بلوك. لكن ما نامش بقى في البيت. يجي لي كل شهر لان في احتمال تاني انه يعلى. يعني انا موافق معاك كان عنده ضغط بقلل تدريجي وممكن في وران ده عمره ما بيحصل عمره ما بيحصل لكن ماشي ممكن لو حصل يبقى زي ما بقول لك كده بقلل تدريجي ممكن اوقف على شرط ميتيكلس فولو اب لان في احتمال كبير جدا وده اللي احنا كنا بنقوله من شويه على الوايت كوت. الوايت كوت كانوا بيقولوا عليه ان هو بيناين كونديشن وثبت ان هو مش بيناين. جزء كبير منهم هم ما عندهمش ضغط لان هم كانوا بياخدوا علاج للضغط. ودي فكره التروفي ستادي لو انتوا كنتوا فاكرين. التروفي ستادي دي كانت بتتكلم على البريفنشن اوف هايبرتنشن وين وي جيف انتي هايبرتنسيف ثيرابي ان بري هايبرتنسيف. هل هي بتمنع؟ هل هي بتاجل؟ او هل هي ما بتعملش حاجه؟ واخد بالك؟ فاللي هو ما عندوش وخد شويه ممكن ياجل ظهور. فدي النقطه. فهمت اللي انا عايز اقوله ولا ما فهمتش؟ يعني انت عندك الضغط بتقلل تدريجي راح خالص بتوقف بس بديك الصوره. عايزين الكلام واضح. اي سؤال؟ ده سؤال مهم. اولا عايز اقول لكم على حاجه. كل اللايف ستايل موديفيكيشن اللي احنا بنتكلم عنها في العيان العادي بتاع الهايبرتنشن عكسها بالظبط في البريجننت فيميل. يعني ايه؟ بنقول اكتيفيتي ده ريستريكتد اكتيفيتي. بنقول ريديوس اوف هارت ويت ده ما بنقولش ريديوس اوف هارت ويت. دي اول حاجه.
ثانيًا امتى ابتدي؟ ببتدي ات هاير ليفل، لان دول ناس بيبقى عندهم هايبر فوليميا، وممكن ان انا ابتدي الضغط من 140 ل 150، ومن وبلايف ستايل ان انا ما اعمل ما اعملش ريستريكشن. الحاجه الوحيده اللي في اللايف ستايل مهمه هي الملح وهي البوتاسيوم. طيب ابتدي بعد كده ميديكال ثيرابي من 140 150 لغايه 170. 170 ادخلها هوست بوسيبيليتي بري كلامس موجوده، واعمل انفستيجيشن اوف بري كلامس. اقل الهاير ليفل تو ستارت 140 ل 170 ميديكال ثيرابي، اكتر 170 ادخلها المستشفى واوبزرف فور بري كلامس. ده يسر أكبر خدعة حصلت في التاريخ في المجال الطبي هي قضية البيتا بلوكرز، لأن مفيش حاجة اسمها بيتا بلوكرز حقيقة. ما أقدرش أنا أجيب تفاح وبرتقال ومانجا وموز وأقول لك الفاكهة. فالبيتا بلوكرز سب ديفيجنز بتاعتها متناهية من حيث الكارديو سيلكتيفيتي على الأقل. في واحد نان كارديو سيلكتيف، في واحد بارشلي كارديو سيلكتيف، في واحد كارديو سيلكتيفيتي ب 70 درجه، في واحد كارديو سيلكتيفيتي ب 200 درجه. ده نمبر 1. نمبر 2 ان دلوقتي في احنا عندنا فيرست جينيريشن سكند جينيريشن ثيرد جينيريشن. ثيرد جينيريشن هي بيتا بلوكر وفازودايليتر اكشن، والفازودايليتر اكشن ده نوعين، يا اما اسوشيتد مع الفا بلوكر يا اما اسوشيتد مع نيتريك اوكسايد بروديوسرز. فبالتالي مفيش حاجه اسمها بيتا بلوكرز تطلع من القصه ابدا. انت عن اي بيتا بلوكر تتكلم؟ وما زالت هناك جايد لاينز حطها از ميجر. وبعدين حضرتك الكلام ده نونسنس ليه؟ لان في 80 او 70% من المرضى هم دي نيد مور ذان وان دراج ان اوردر تو كنترول. ثانيا في حاجه اسمها كومبيلينج انديكيشن، يعني الواحد اللي عنده هايبرتنشن مع اسكيميا، عنده هايبرتنشن مع هارت فيلير، عنده فيعني ده نونسنس. بوجهه نظري انا الشخصيه ذيس از نونسنس. بيتا بلوكر موجوده وستظل، ودي حربات مونوبولي بتاعت شركات الادويه وحاجات من هذا القبيل، لكن هي موجوده. ومفيش حاجه في الدنيا كلها اهم من الحاجه اللي ستاند ذا تيست اوف تايم، وقفت لاختبارات الزمن. بيتا بلوكر دي بقى مليون سنه، وبقى طلع انواع جديده. فتيز يعني ان انا اقول لا باي باي بيتا بلوكر، وانا عندي محاضرات كتيره جدا بتفنت هذه القصه تماما. تمام؟ عندكم محاضره ايه دلوقتي؟ انت المفروض تاخد نص غنى عمر بس. شيل بقى المحاضرة دي.